أصدر مكتب الفنان جورج وسوف بياناً للرد على شائعات اعتزاله الفن بعد وفاة نجله وديع بداية يناير الجاري، وبدأ البيان بشكر وسوف لكل من واساه في هذه المرحلة الأليمة، معتذراً عن إلغاء حفلاته التي كانت مقررة في يناير وفبراير المقبل، مؤكداً عودته للغناء كون الأغنية تبقى عنده أصدق تعبير عن وجعه بحسب ما جاء في البيان. لذلك سيكون له قريباً أغنية عن ابنه الراحل وديع على أن يعاود العمل وفق التزاماته في نهاية فبراير المقبل. رد الفنان الأردني منذر ريحنة على مطالب نائب في البرلمان سحب الجنسية منه بسبب دوره في فيلم الحارة الذي أثار جدلاً واسعاً. وقال الريحنة أن فيلم الحارة يسلط الضوء على فئة مظلومة في المجتمع الأردني، وأن الهدف الأعمق للفيلم هو إظهار معاناة تلك الفئة من الناس. وبعد الجدل الواسع الذي أثرته الفنانة نادين الجيم بتغريدتها التي هاجمت فيها صحفياً، انتقد فوزها بجائزة جوي أوردز لأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل صالون زهرة ووصفه المسلسل بالسخيف، خرج الصحفي المعني ربيع فران عن صمته وقدم ضدها بلاغاً رسمياً تم تحويله إلى جرائم المعلوماتية بالنيابة اللبنانية. وبطرافة علق الفنان تامر حسني على أغنية النجمة الأمريكية مايلي سايرس الجديدة فلاورز، معتبرا أنها قامت بتقليده واستوحت الفكرة من أغنيته من النهاردة هدلعني. أغنية مايلي الجديدة وجهتها إلى زوجها السابق ليام هيمسوورث الذي انفصلت عنه بعد قصة حب طويلة، وتقول أنا قادرة على شراء الزهور لنفسي وأستطيع كتابة اسمي على الرمال والتحدث ساعات مع نفسي، لتتشابه في فكرتها مع أغنية تامر حسني التي تقول هقوم أرقص لي وغني لي وهسقف لي وسمعني أحلى عيني يا ليلي يا ليلي. حالة من الجدل أثارها حتى قبل عرضه المسلسل التاريخي الدرامي معاوية بن أبي سفيان المنتظر رمضان المقبل، ويتناول حياة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان ورحلته مع الخلافة. العمل يحظى بحالة من الترقب، خاصة وأنه يتناول فترة تاريخية جدلية في التاريخ الإسلامي كوقائع الفتنة الكبرى، كما أن فكرة تجسيد أحد الصحابة تثير حفيظة البعض. المسلسل الذي صور في تونس يعد من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية بميزانية تجاوزت 100 مليون دولار ومن إنتاج NBC، وهو من تأليف الكاتب الصحفي المصري خالد صلاح في أول تجربة له في الكتابة الدرامية، ومن إخراج طارق العريان الذي يخوض أيضاً أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية، ومن بطولة نجوم أيمن زيدان وإياد نصار وراشد الشمراني وصفاء سلطان وعائشة بن أحمد وغيرهم. أخيراً وعالمياً، نشر نجم الكرة المعتزل بيكي أول صورة رسمية له مع حبيبته الجديدة كلارا شيا بعد أسبوعين من تعرضهما لضغوط إعلامية هائلة وشائعات حول انفصالهما